لان ده كلام مهم جدا. معانا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره من الدوحه وهو على الطياره، يعني قبل ما يطلع الطياره خلينا نبارك له الف الف مبروك. وسيبني بقى امدح فيك واقول وامدح في الفريق وامدح في الناس كلها، علشان انت عندك ماتش يوم الاحد او كل حاجه، بس بصراحه تستحقوا البطولة الرائعة وتستحقوا الحقيقة. قد ايه انتوا ناس شايفين شغلكم بمنتهى الاحتراف، قد ايه انتوا ناس شايفين شغلكم، حضرتك كجهاز اداري وموسيماني كجهاز فني واللاعبين، انا بتكلم على المنظومة بالكامل. فالف الف مبروك يا كابتن سيد، تستحقوا الحقيقة. وطبعا تحياتي الكابتن شريف عبد المنعم والاستاذ محمود صبري لحضرتك. محمود صبري ومين كابتن شريف عبد المنعم؟ كابتن شريف عبد المنعم مبروك. ازيك يا كابتن؟ مبروك. من حقك تفرح يا كابتن سيد. يعني نفرح بقى يا كابتن سيد، يعني النهارده افرح. انا عارف ان عندك ماتش يوم الاحد وكل حاجه، بس انا حتى بقول ان مع الناس ان احنا هنفرح النهارده مع كل اللاعبين ومع كل الناس، من بكره بقى يبقى يحلها الف حلال. الحمد لله طبعا. يعني خلينا نتكلم في الاول في النهارده مباراه مش سهله. انا عارف والله انها هتبقى صعبه جدا مع فرقه طبعا محترمه وفرقه ليها مكانه افريقيه. لكن كمان صعوبه في الاحداث اللي قبليها، تجمع الفريق اللي ما اتجمعناش غير اول امبارح بس يا كابتن اسلام. أيوه. بعد غياب طال حوالي شهر من يوم 25 مباراه سموحه، ما كانش كافي ان احنا نتجمع بس اول امبارح. دي اول تمرينه جماعيه لينا كلها لعيبه المنتخب واللعيبه بتاعتنا بعد غياب فتره طويله. الدوافع والتحضير للقاء ما كانش كافي شويه. الحاله اللي طلع منها لعيبه المنتخب ولعيبه تونس ولعيبه المغرب على المعلول وبدر بنون والسبعه لعيبه اللي كانوا في المنتخب، ما كانتش سهله ابدا ان انت تبدا تتكلم معاهم. الفتره كانت قليله شويه، زاد الامر صعوبه باصابه السوليه النهارده. يعني السوليه طبعا اصابه نتيجه طبيعيه لواحد من العناصر المهمه جدا في المنتخب وعناصر مهمه بالنسبه لنا، لكن خد 6 لقاءات كانوا كتار جدا في الفتره الصغيره اللي فاتت مع كسرتين في مباراه الاردن وكسرتين في مباراه قطر. البوزيشن اللي بيلعب فيه كمان كله جري عمرو السوليه، لكن الحمد لله طبعا نطمن عليه بكره ان شاء الله الرحمن. زادت صعوبه كمان. خلينا نكون يعني احنا بنتكلم بمنتهى الصراحه، الشوط الاول كان فيه توتر شويه، كان فيه عصبيه شويه، كان حاجه غريبه يا كابتن التوتر اللي كان في الشوط الاول الحقيقه، او مش حاجه غريبه، هل ده ممكن يكون ناتج من ان اصابه عمرو السوليه اربكت الامور شويه؟ ممكن كمان الجون اللي دخل فيك بدري شويه، يعني حصل نوع ممكن يعني، لكن الراجل دخل بين الشوطين يتكلم بمنتهى الهدوء، يتكلم معاهم بمنتهى طمانينه ان احنا هنكسب حتى لو الجول اتاخر شويه، لكن خليكم واثقين من المكسب، العبوا لعبكم. بالتاكيد. لكن الشوط الثاني يعني حاجه جميله جدا، قصه كويسه، يعني التركيز والتصميم واراده بشكل كويس قوي، حتى تتلخص كل ده يعني الثقه اللي عندك والعزيمه اللي عندك والاصرار اللي عندك في الدقيقه 89 لما طاهر جاب الجول. يعني الحمد لله طبعا، الحمد لله على كل شيء، يعني حاله التركيز كانت عاليه، ربنا اداني في وقت كويس قوي. دايما الواحد بيتكلم بحاله الفرقه مش بالوقت اللي موجود، يعني حتى واحنا بنحضن بعض في الجول بنقول لهم هنكسب، يعني كنت متخيل ان الحكم هيديني 5 دقائق 6 دقائق بحكم الوقت الكثير اللي ضاع. اول مره اشوف حكم في الدنيا كلها يساعد على تضييع الوقت. انا كنت حاسس ان احنا هنجيب جون ورا الجون ده على طول، يعني كنا هنخلص في اخر 3 4 دقائق دول. ده 3 دقائق المفروض يدي ربع ساعه يعني. والله لا، على الاقل 10 دقائق. لا والله على الاقل 10 دقائق احنا حسبناها يا كابتن سيد، لقيناها 7 على الاقل. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله رب العالمين. لكن من بكره بقى يعني احنا هنلعب مع فيوتشر، فرقه كويسه طبعا، عندها قدرات كويسه وعندها لعيبه عندها خبرات كويسه، مش عايزين نغلط غلط السنه اللي فاتت. رايحين لدوري فقدناه السنه اللي فاتت، غاب عننا السنه اللي فاتت، يعني في لقاءات كتير قوي كنا بنعمل ماتشات كويسه في افريقيا او بطولات في افريقيا، والمباراه اللي بعد كده كنا بنخسر فيها لقاءات، فعايزين نتعلم شويه من الدرس اللي الو كده. معلش يا جماعه، طبعا الكابتن سيد في المطار يعني، فخلينا دايما نراعي الظروف، يعني هو كتر خيره ان هو موجود معانا وهو طالع على الطياره علشان يشرح لحضراتكم يعني فرحته وفرحه كل لعيبه النادي الاهلي والاستعدادات لما هو قادم خلال الفتره اللي جايه. فيعني برضو اتفضل يا كابتن سيد. طب اقول لحضرتك يعني عايزين نتعلم من اللي فات السنه اللي فاتت، يعني مش عايزين نخسر نقاط بنبقى محتاجينها في اخر السنه. فالحمد لله على كل شيء، هنفرح النهارده ومن بكره بقى هنشوف الراجل هيدي ايه، يعني ممكن اجازه ولا حاجه، هنشوف هنعمل ايه، والتمرين اللي جاي ان شاء الله الرحمن نحضر للقاء جود شارك.
كابتن سيد اخيرا يعني مش عايز اطول عليك، ولكن كاس الامم الافريقيه خلاص اتخذ قرار ان هي هتقام في ميعادها، هل سيكون هناك جديد ولا سيبك بقى تفكر في الموضوع ده خلال الفتره اللي جايه؟ والله يا اسلام بص، من غير تفكير ومن غير حاجه، انا مش فاهم لحد دلوقتي، مش قادر ابلعها الصراحه. يعني مش قادر افهم يعني انت اللي بتنظم المسابقتين البطولات كلها تحت رايتك انت او مظلتك انت، وفي الاخر تعمل بطولتين في توقيت واحد، يعني مش قادر افهمها الصراحه خالص يعني. لكن في النهايه خلينا ما نفكرش في اثنين قبل رقم واحد، يعني عندنا مباريات محليه وعندنا يعني ما انت كنت قايل لي الاول اثنين ان احنا نعدي ماتش السوبر، فاحنا عدينا ماتش السوبر عشان كده سالتك. كل ما هكلمك هقول لك هنعدي. ماشي، انا معاك بقى، انا هكلمك يوم الاثنين. يوم الاثنين هيقول لك عندي ماتش يوم الخميس، فبعد ماتش الخميس هنكلمك يوم الاثنين. اوف يا حبيبي، متشكرين جدا يا كابتن سيد، شرفت ونورت، والف مبروك وبارك لنا لكل الناس. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني طبعا